اهلا بيها. شو قلت يا عمي؟ كنا بالبيت. شو صار معكم؟ ساعات صارت ضرب هربنا. وين كنت يا عمي؟ كنا بالدار. ايه شو هذا بيدار؟ صدايا. مين ضربكم؟ صدحات بشار. شو؟ صدحات بشار. الرسالة 22/8/2012. السيارة هون طلبت اياها الافندي بالشارع الاساس. هاي الغرفة كان فيها حربة وست اولاد معها، الله سترهم، يعني لو جاي عليهم خفيفة يعني كان عمل مجزرة هون. هو عمل مجزرة بس كان كبرها للمجزرة شوي. شو في حاليا؟ شو شهداء جرحى؟ الشهداء اسعفوهم كلياتهم، والجرحى تجاوز عددهم 20 واحد، اخذوهم اسعفوهم كلياتهم، الله يكثر خيرهم. الجيش الحر، هاي عاد تقولها بالشارع الاساس، هاي ارهابية.